رجعنا من حضراتكم بقى عشان نروح لاخبار منتخب مصر، وهنبدا من عند الكره النسائيه. وخبر عن الكره النسائيه يواجه مساء اليوم الخميس منتخب مصر للكره النسائيه نظيره السنغالي في ارض المنافسه ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني والاخير في التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائي كاس الامم الافريقيه. طبعا ده مقرر ليها العام المقبل على طول. والماتش تقريبا ده ماتش الذهاب في السنغال، ولسه في ماتش العوده هنا. وصلت بعثه منتخب مصر للسنغال الاثنين الماضي بالاسد الدكتوره دينا الرفاعي طبعا، ولحقت بالبعثه اللاعبات المحترفات في الدوري السعودي، وخاض المنتخب المران الكامل لاول مره يوم الثلاث بانضمام كل اللاعبات ال 22 في البعثه. واختار كابتن محمد كمال المدير الفني الجهاز الفني والجهاز البدني اللاعبات المحترفات، ووضع تشكيل الاقرب لخوض اللقاء، وحدد الاتحاد الافريقي لكره القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري موعد لمباراه الذهاب في السنغال، وطبعا هتكون مباراه العوده يوم 5 من شهر ديسمبر اللي جاي على طول المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهره. تعالوا نشوف التشكيل معانا اهو. ده تشكيل المباراه الرسمي دلوقتي. ماهر الدمرداش حراسه المرمى، امنيه محمود وندى عماد، نوره خالد واسماء علي، وفي نص الملعب بقى مهير علي ومايا ايهاب. مايا ايهاب دي لعيبه جامده جدا يا جماعه. ساميه ادم المحترفه في الهجوم، وليلى شريف، ساره اسماعيل لعيبه برشلونه، وساره عصام المحترفه في الدوري الانجليزي. ده التشكيل الاساسي، ونتمنى لهم كل التوفيق النهارده. الحقيقه بقى ان الماتش ده في السنغال واخد اهتمام جامد جدا يا جماعه. لو تفتكروا كولوبالي لاعب السنغال الاسطوري اللي بيلعب في الهلال السعودي دلوقتي، عامل رساله دعم ليهم وفيديو دعم وبيشجعوا الناس انها تروح الاستعداد. وادي زي ما حضراتكم شايفين اهو على الشاشه، والاتحاد السنغالي نشرها، وعاملين دعم كبير جدا لمنتخب الكره النسائيه، وبيحسوا الجمهور ان هو يحضر المباراه، وعندهم لا عندهم دعم كبير جدا للكره النسائيه، وبيشجعوا الجمهور انه يروح الاستاد، وحاجه عظيمه جدا. يعني اتمنى ان احنا نشوف ده عندنا هنا في مصر. احنا عندنا منتخب فيه محترفه في برشلونه وفيه محترفات في الدوري السعودي، لا عندنا منتخب قوي. وطبعا منتخب السنغال منتخب كبير وقوي، الماتش صعب جدا بالمناسبه. يعني الفوارق البدنيه هي اللي تعلي السنغال عنك شويه. يعني الفوارق البدنيه في افريقيا سواء الاجسام او السرعات او اللياقه البدنيه، كل ده في انتصار لافريقيا طبعا، لكن فنيا ومهريا لا لاعباتنا يتفوقوا بكتير كمان. بس الفوارق البدنيه ليها دور كبير جدا. انتوا عارفين يعني البنات والسيدات في افريقيا رجال، يعني اقوياء جدا بدنيا. يعني فيعني زي ما حضراتكم عارفين، نتمنى التوفيق لمنتخب مصر. المباراه هتبدا الساعه 7 مساء بعد المباراه على طول، بعد البرنامج على طول. يعني نتمنى ان هم يحققوا حاجه قويه فيها، ويكون يعني طبعا ماتش العوده مهم جدا، عايزين على الاقل نطلع بنتيجه كويسه في السنغال عشان ماتش العوده هنا يبقى اسهل شويه. يعني لكن ومش كل مره تيجي معانا في السنغال يا جماعه. يعني السنغال في فريق الكوره في نهائي افريقيا وفي كاس العالم وفي الكره الشاطئيه وفي الشباب، يعني السنغال صعبين قوي في كل حاجه، طالعين لنا في كل حاجه. يعني حتى في الكره النسائيه الماتش اللي هيأهلنا لبطوله افريقيا مع السنغال برضه. في حاجه غريبه بين مصر والسنغال في كره القدم الفتره الاخيره. لو تاخدوا بالكم، ماتش المؤهل لكاس العالم ضد السنغال، نهائي دوري ابطال افريقيا، نهائي امم افريقيا، كاس امم افريقيا مع السنغال، نهائي كاس امم افريقيا شاطئيه مع السنغال برضه، ادي السيدات الفريق كره القدم برضه مع السنغال، منتخب مصر للشباب برضه السنغال بالمناسبه. يعني فهو في حاجه انا مش فاهمها، وللاسف الشديد يعني الفريق الاول بتاعنا ما خدش بطوله افريقيا، ما تاهلش كاس العالم بسبب السنغال. لكن مضربات ترجيح صراحه يعني، فهي كانت حظ برضه. يعني ما نقدرش نقول ان احنا كنا اقل منهم، لا هو كان حظ في النهايه. 100% السنغال فرقه قويه جدا، ولكن نقفل بقى السنغال.